كنا عايزين نسأل حضرتك ازاي احافظ على بطارية اللاب؟ بص، بطارية اللاب كده كده المفروض ان انا ما اسيبهاش فترة فاضية جوه الجهاز والجهاز مقفول. انا حاطط الشاحن وشغال على البطارية. طول ما انا حاطط الشاحن وشغال على البطارية، البطارية خدت كفايتها، خلاص الجهاز شغال معايا. بس لازم اشتغل على البطارية نفسها، لازم افرغها، لازم البطارية تتفرغ خالص وتتملي تاني. انما سيبها، في ناس بتنسى، في ناس من عادتها ان هي بتشيل البطارية من الجهاز بتركنها وبيشتغل، لانه مثلا بيشتغل على حاجات ريندر لو مهندس او كده، فالبطارية بالنسبة له مش المفروض ان تبقى موجود. الريندر ده بيبقى فاتح الجهاز 24 ساعة، فشايل البطارية اصلا من الجهاز فترة ويبص لقيها اتنفخت منه، خلاص هي باظت كده، فركنة البطارية بتبوظها. انما شحن البطاريه وتفريغها بيحافظ عليها وبيطول عمرها. هل السخونه ممكن تاثر على عمر البطاريه او اللاب ذات نفسه؟ السخونه ممكن تاثر على الجهاز ذات نفسه بس على المدى البعيد. فانا احافظ عليها ازاي؟ ان انا اجيب مبرد، او خليني اضعف الايمان اشتغل على حاجه مسطحه زي كده، يعني ترابيزه او مكتب. بلاش اشتغل احط الجهاز على رجلي، بلاش احط الجهاز على مخده او على سرير. ما بقاش كاتم الجهاز، لان الجهاز فيه فتحات تهويه من تحت زي ما فيه فتحات تهويه للمراوح من هنا. فانا دايما اكون رافع الجهاز عن اي حاجه تكتمه من تحت. تمام. طيب، حاجه بسيطه جدا وممكن متناول الجميع، اللي هو بدل ما اجيب المروحه اللي بتتحط تحت الجهاز، ممكن احط كرتونه بيض. كرتونه البيض ورق مقوى عاليه في مداخل للهواء يمين وشمال، وفي نفس الوقت مش مكلفة لأي حد.